كانت تجمعية اليوم نراهن على عمدة مدينة طنجة باسم عبد الوحيد أسيبو إن شاء الله. راجعت التدخلات قبل قليل على أن طنجة في السنوات الخمس الأخيرة عرفت انبعاثا حقيقيا وازدهارا لم يكن متوقعا من طرف أي واحد. هذا الشيء عنده فيه الفضل فقط على جلالة الملك الله يحفظه. اليوم هذا الإنجازات التي تعملت بفضل جلالة الملك يجب استثمارها، يجب المحافظة عليها وتطويرها إذا كان من الممكن. بالتالي هذه العناصر الثلاث لا يمكن أن تتحقق إلا بفريق عمل ديال التدبير المحلي عنده أولا المعرفة الكافية، المهارات التي غتمكنه من تنفيذ برامج محلية، وثالثا عنده واحد القدرة وواحد النزعة باش يكون عنده واحد القلب كبير بحال طنجة. حنا كنقولوا طنجة عندها واحد القلب كبير تسع الجميع، وبالتالي المسير المحلي يجب ان يكون ذي الجميع ولا يفكر بمنطق العشيرة او النزوات الشخصية او الذاتية. لنا برامج طموحة على مستوى تشغيل الشباب، فقط المشاريع التي تم انجازها في اطار طنجة الكبرى يمكنها ان تخلق فضاء للتشغيل ديال الشباب في مجال التنشيط الثقافي في حاله السيد حسين اللي هي مهام اساسيه ديالنا خصنا نتشبتوا بها وتكون عندنا القدرات والامكانيات والطاقات للاشتغال فيها، لان فقير الشيء لا يعطيه. الانسان اللي ما عندوش المعرفه وما عندوش المهارات والقدرات لا يمكن ان يدبر اي شيء، يعطيه وما يعرفش يدبره. على مستوى التشغيل هناك امكانيه ديال تشغيل الشباب فقط في المشاريع التي تم انجازها في اطار طنجة الكبرى، في المجال الرياضي، في المجال الثقافي، في المجال الفني، هو مصدر قوي لخلق فرص الشغل. ايضا التنشيط الرياضي والثقافي والفني هو اللي غيعطي القيمه، السؤال اللي قلت قبل قليل ديال جعل المدينه العتيقه فضاء اولا ديال التنشيط، ولكن ايضا لخلق الرواج التجاري لفائده التجار والصناع اللي كاين في المدينه العتيقه. هذا الشيء هذا ما يمكنش يعملو اي واحد ما عندوش المعرفه الكافيه من اجل خلق فرص التشغيل وايضا التفكير في التنشيط. نحن حزب يتطلع الى خلق مدينه بالالوان، ماشي مدينه كتشوف لون واحد. وهذه هي القوه ديال حزب التجمع الوطني الاحرار، ليس فقط على المستوى الاستراتيجي ديالو ولكن ايضا حتى على مستوى اللوائح اللي تقدمت. حنا عندنا لوائح اللي تقدمت قادره باش تجعل مدينه طنجه مدينه الالوان. فيما يتعلق بالصحه وقطاعات اخرى، التعليم، الصحه، صحيح ان هناك مؤسسات عموميه كتشتغل في المجال وعملت مجهود كبير وكبير بزاف خلال الخمس سنوات الاخيره، سواء في مجال الصحه او في مجال التعليم. المسير الجماعي او المسؤول المحلي بالمهام الاساسيه ديالو شنو هو؟ تكون اولا تكون عنده القدره على نسج علاقات شراكه قويه مع القطاعات العموميه وعلى المصالح الترابيه، لاننا نشتغل بمنطق الشراكه والتعاون من اجل تطوير المدينه. حنا الحزب الوطني، حزب التجمع الوطني الاحرار، عندنا القدره ديال الاشتغال بمقاربه القرب على الاستيعاب التنموي والشراكه مع المؤسسات العموميه والسلطات الترابيه، لانها مساله اساسيه لتحسين وتطوير الخدمات العموميه. في مجالات اخرى لنا من القدرات والامكانيات ما يجعلنا اليوم نكون ونعبر لكم ونصرح لكم على ان عندنا القدره باش نكونوا في مستوى تدبير مدينه طنجه والمقاطعات بالقرب الامكانيات البشريه اللي عندنا والمهارات والمعارف اللي عند الناس ديالنا. اللي كنطلبوا اليوم السكان مدينه طنجه هما انهم في واحد المحطه تاريخيه حاسمه جدا. اليوم كيتقدموا ناس عمرهم ما كانوا في مجالس منتخب. اعطيهم الفرصه باش يشوفوا واش قادرين نغيروا اولا انطباعات الناس على العمل السياسي، واش قادرين باش نغيروا الواقع ديال مدينه طنجه، واش قادرين نواكبوا ما انجزه صاحب جلال الله يحفظه في اطار برنامج طنجه الكبرى والمدينه العتيقه وبرامج اخرى اللي كتحتاج الى ناس عندهم درايه بالتدبير الاداري، الى ناس عندهم علاقات على المستوى المحلي الوطني والدولي، الى ناس في حاجه
الى جعل مدينه طنجه حقيقه ديك المدينه اللي كنسميوها طنجه العليا. فيما يتعلق بالاستعدادات للحمله الانتخابيه ديال يوم 8 شتنبر، هي الحزب بدا منذ مده حقيقه منذ 5 سنوات، والحزب يشتغل ليس فقط على مستوى تهيئ الحمله الانتخابيه، ولكن ايضا كانت هناك برامج ومجموعه من الانشطه وتنظيم، ايضا اعاده تنظيم الداخلي للحزب. اليوم حنا كنمشيو الانتخابات ديال يوم 8 شتنبر بكثير من الطموح، بكثير من الاستعداد، وايضا برغبه اكيده في تولي مسؤوليه تدبير المدينه ديال طنجه. الهدف الاساسي منه هو انه نحافظوا على المكتسبات التي تم انجازها في اطار برنامج طنجه الكبرى اللي حرص عليه بشكل كبير جلاله الملك الله يحفظه، لمواكبه هذا البرنامج والعمل على المحافظه على المكتسبات، وايضا استثمار المعرفة والتجارب الإدارية اللي عندنا على مستوى التدبير الإداري في مواكبة تنفيذ وتنشيط هذه المشاريع. حقيقة أنا أولا سعيد جدا بهذا التشريف اللي حدث به من طرف حزب التجمع الوطني الأحرار كمرشح ديال الحزب عمودية مدينة طنجة. بقدر ما هو تشريف افتخر به كثيرا، فهو تكليف اعي حجم المسؤوليه ديالو في حاله حصول هذا الشرف هذا وتمكني من تولي هذا المنصب هذا. طبيعة الحال الحزب له برنامج واضح على مستوى تنفيذ على مستوى مدينة طنجة، على مستوى أولا التعليم، الصحة، التشغيل، النقل الذي يشكل حقيقة إرهاقا حقيقيا بالنسبة للساكنة. أيضا هناك ملفات أخرى سواء تعلق الأمر بالتدبير المفوض أو مسائل أخرى، في حاجة إلى فريق عمل له إمكانيات معرفية، له تجارب إدارية، له علاقات تساعده على نسج علاقات قوية سواء مع الشركاء المحليين من مصالح خارجية أو سلطات ترابية، بالإضافة إلى الانفتاح على تجارب دولية يمكن استثمارها من خلال نشط علاقات تعاون وتبادل على المستوى الدولي. مدينة طنجة في حاجة إلى فريق أولا له معرفة، ثانيا تجارب على مستويات مختلفة، ونزعة قوية للقرب من المواطنين، وأيضا الانفتاح على جميع المكونات، وأن يكون أذن في صاغية لانتظارات جميع المواطنين على اختلاف مشاربهم، على اختلاف ايديولوجيتهم، وعلى اختلاف توجهاتهم، وهذا مسألة أساسية، لأن مدينة طنجة اليوم في أمس الحاجة إلى ناس كيفهموها، إلى ناس قادرين يكون عندهم قدرة على الابتكار وعلى الخلق، وناس ما لا يعانون مما يمكن أن نسميه من ذاك الضعف ديال التفكير أو العقم ديال البرامج والتفكير. أعتقد على أنني منذ ما يزيد على 31 سنة أمارس السياسة وأمارس تنفيذ السياسة، ولكن السياسة العمومية كإداري. اليوم هذه التراكمات وهذه التجربة وهذا الرأس المال القوي الذي أمتلكه في مجال التدبير الإداري، أعتقد أنه حشوم علي كطنجاوي ما نضعوش رهنا إشارة مدينة طنجة، هذه المدينة اللي أعطتني الكثير وتربيت، خلقت فيها، تربيت فيها، قريت فيها مختلف المستويات الدراسية ديالي، تنفس فيها أجمل الهواءات إذا بغينا نسميوها، شفت فيها أحسن المناظر اللي ربما في العالم. فأعتقد على أنه مسؤوليتي اليوم كطنجاوي كإداري أنه نرد واحد الطريف صغير مما أعطته لي مدينة طنجة هذه 57 سنة. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.